رماعي ستروك، يعني هو علميا يسموها سيريبرو فاسكولار اكسيدنت. اوكي، والاذر نيم هو ستروك او جلطه دماغيه. هي شنو هي ستروك؟ هي اكيوت اونست اوف نيورولوجيكال ديفيسيت. وحقيقه هي الستروك او سي بي اي از كونسيدرد ذا ثيرد كومنست كوز اوف ديث افتر مايوكارديال انفاركشن اند كانسر. يعني هي يعني فد حال يعني ايفنت حاد وياها ديفيسيت نيورولوجيكال ديفيسيت، يعني بيها ضعف شلل هالشكل هذا. تعرفون انه 20% 20% of the cardiac output goes to the brain and we need a reduction of 50% and more of cerebral blood flow in order to have a cerebral dysfunction. لازم يقل السبلاي 50% حتى تصير لنا مشكله. بس هو 20% goes to the of the heart goes to the brain. الحقيقه السيربرال سيركيليشن هي سهله، بيها anterior circulation وبيها posterior circulation. زين، والكونكشن بين الانتيريور سيركيليشن الاماميه والخلفيه من خلال الكوميونيكيتنج ارتريز، انتيريور وبوستيريور كوميونيكيتنج ارتريز. انتيريور سيركيليشن منين تجينا؟ زين، عندنا الرايت والليفت. بس الرايت هو يعني الرايت عن طريق البريكوسفاليك ارتري اللي يطلع من الهارت، مو صحيح؟ البريكوسفاليك ارتري ينقسم قسمين، رايت كومن كارد ارتري ورايت سبكليفي ارتري. اوكي، رايت كومن كارد ارتري ينقسم الى قسمين، رايت انترنال كارد ارتري او ما يسموه شريان سباتي، ورايت اكسترنال كارد ارتري، اكسترنال اللي هو الوجهي، الشريان السباتي الوجهي او الخارجي، وشريان السباتي الدماغي الانترنال. والسبق رايت سبكليفين ارتري شو ينقسم؟ ينقسم الى يعني ينطينا الرايت فيرتبرال ارتري، الرايت فيرتبرال ارتري. انا سنحكي عن انتيريور سيركيليشن. انتيريور سيركيليشن له علاقه بالكاروتيدز. اللفت سايد، اللفت سايد قبل يطلع لك اللفت انترنال كارد ارتري، عفوا اللفت كومن كارد ارتري قبل يطلع، والسبكليفين ارتري ماكو بريكيوسفاليك ترنك مثل الرايت سايد. باللفت قبل يطلع اللفت كومن كارد ارتري والسبكليفين ارتري. اللفت كومن كارد ارتري نفس الشيء يعطيك لفت انترنال كارد ارتري ولفت اكسترنال كارد ارتري، والسبكليفين ينطينا اللفت فيرتيبرال ارتري. زين، فانتيريور سيركيليشن اللي هي عن طريق الكاروتيد انترنال كاروتيد ارتريز، وتنقسم الى انتيريور سيربرال وميدل سيربرال اللي فوق، انتيريور سيربرال وميدل سيربرال اللي فوق من يصعد اللي فوق البرين. الفيرتيبرال ارتريز تنجمع يعني يصير تو بي يونايتد تو ميك ذا باسيلر ارتري. الباسيلر ارتري يعني هاي يسموها البوستيريور سيركيليشن. تو فيرتيبرال ارتريز تسوي لنا تسوي لنا شو اسمه تسوي لنا التو فيرتيبرال ارتري، تسوي لنا البوستيريور سيركيليشن. والبوستيريور سيركيليشن تتكون من تو فيرتيبرال ارتريز يونايتد تو فورم ذا باسيلر ارتري. والباسيلر ارتري يصعد وينقسم الى رايت بوستيريور سيربرال وليفت بوستيريور سيربرال. اذا عندنا 3 سيربرال ارتريز anterior and middle، يعني right anterior وright middle وright left anterior وleft middle، right corner anterior circulation. وعندنا left posterior cerebral، زين، وright posterior cerebral، هاي سونا posterior circulation. okay، هاي سونا united عن طريق the communicating arteries، أكو anterior communicating artery والposterior communicating artery، يربطنا بين the two circulation between the two anterior circulation and posterior circulation. إذن هو المحصل انه البرين ياخذ هذا من البلاد سبلاي فروم ذا هارت. زين يابا، يعني الريسك فاكتورز فور ستروك اور سي في اي، اكو هاي طبعا مهمات ذني، اي شيء بيتعداد مهم يجيكم بالامتحان ترى، خليها ببالكم. اوكي، ام سي كيو اسي، خلي فركزوا على المحاضره شويه سهله. اكو نون موديفايبل، يعني ما نقدر نسوي هالشيء ريسك فاكتور. يعني البيشن اذا هو عمره فوق ال 55 سنه طبعا هذا ما تصير اشاره، يعني شنو زغر عمره ما ترهم زغر عمره. اذا هو يعني ميل هم ما ترهم، يعني شنو نسوي له حوله فيميل ما ترهم يعني. اوكي، فهاي كلها ما تصير. اذا الريس، فهاي كلها نون موديفايبل يسموها الريس يعني العرق. اوكي، فهي الستروك اكثر شيء بعمرهم 55 سنه، اكثر شيء بالرجال، اكثر شيء بالافريكان امريكانز، زين، والهسبانيكس والتشاينيز، زين، يعني
يعني اكو انكريز ان تو فولد انكريز ان هيسبانكس ان تشاينيز، والهيرديتري يعني اكو عامل وراثي، عامل وراثي، عامل وراثي انه there is 1.9 increase in the stroke among first degree relatives. اكو عامل وراثي، اكو هواي ناس لا ضغط لا سكر لا دهون لا تسيل، يقول لك انا عندي بالعائله جلطات دماغيه او جلطات قلبيه، فعامل وراثي هاي نون موديفايبل، ما ترهم لصيغه حل يعني ما ممكن اغيرها. اكو موديفايبل، موديفايبل مثل ايش؟ مثل هايبرتنشن، الهايبرتنشن يعني يسوي سبازم وبالتالي يسوي لنا تشاركوت بوكر انيوريزم وبالتالي زين. الهارت ديزيز مايوكارد انفاركشن هاي ممكن انه انت تعالجها، الارتيريال فيبريليشن، الاتريال فيبريليشن مو ارتيريال، الاتريال فيبريليشن زين يعني ارتجاف بالوذين، روماتيك هارت ديزيز، دايابيتس ميليتس، هايبرليبيديميا، هايبرفيسكوسيس سيندروم، بروبروتينيميا، كونتراسيبتيف بيلز ان فيميل يعني مره ابنه تاخذ حب مانع، طبعا احنا نمنع الحب المانع عند النساء اللي يسوي جلطات، جلطات بال جسم دي في تي بالرجل، جلطات بالبولمونري ارتري وجلطات دماغيه طبعا. وهاي احنا دائما نثقف الناس يقولون عوفوا عوفوا الحب المانع بالنسبه للامراه، يعني خلوا الرجال يسوي مانع وليس الامراه زين، لانه هاي ثقافه خاطئه زين. هسه العالم كله انه الميل هو يسوي ما ليس الفيميل، لانه هاي هي كارثه، هاي كونسبتيف بيلز والانجكشن. البريجنسي طبعا مور برون تو فينيس انفاكشن، جلطات وريديه يسموها الوريديه، اكو يعني احنا هسه حكينا على الارتيريال ستروك يعني الجلطات اللي تصير تصيب الشرايين يعني التخثر او النزف يصير بالشرايين، واكو جلطات تصيب الاورده الدماغيه او الساينسز اللي هي قليله هاي، اوباسيتي، سموكينج، بلود سكريزي، دراج ابيوز يعني، ودرج يوزها موجود الموضوع المخدرات، وهسه هم بدا ينتشر عندنا داخل العراق، ما كان سابقا موجود طبعا وقليل، هسه بدا يكثر الكوكايين والهيروين وغيره. اذا بدنا نسوي كلاسيفيكيشن ستروك هاي سهله، عندنا كومبليت ستروك، عندنا ترانزيت اسكيميك اتاك تي اي اي، عندنا سمول فيسل ستروك يسموه لاكرون انفاكشن، عندنا ستروك ان ايفولوشن، عندنا رند. هسه راح نجي على وحده وحده، هي اللي تهمنا عندنا احنا الاساسيات، هي الحقيقه اللي نشوفها دائما هي الثلاثه الاولى. يعني الكومبليت ستروك هو ابيزود، هي بنسميها كومبليتد يعني، يعني صارت نيورولوجيكال ديفيسيت فوكال صدم، وبعدين يعني سواء هيموريج او اسكيميا. تعرفون الجلطات الدماغيه ستروك هي اما نصفيه او خثريه، الخثريه 85% 85%، والنسفيه تمثل 15%، والخثريه انواع تتقسم يعني تتقسم زين. والنسفيه سنرجع عليها بجدول، والنسفيه ايضا هي 15% تنقسم هم انواع مو هكذا. اذا هي صدر الكومبليت ستروك تنتهي خلال يعني جسمه يعني اكثر من 24، تبقى اكثر من 24 ساعه زين. المريض يجي خلال ساعة ساعتين تكمل الجلطة، بس تبقى الجلطة يعني أكثر من 24 ساعة زين، تستمر عندها هذه الستروك صارت، وبعد يعني بعد تحتاج متابعة يسموه كومبليت ستروك، إنه تبقى أكثر من 24 ساعة. ترانزيت اسكيميك اتاك تي اي اي الحقيقة هي ابيزود اوف فوكال نيورولوجيكال ديسفانكشن زين. قبل كانوا يقولون قبل 2006 يقولون انه هي تبقى 40 اقل من 24 ساعه، العلم قال لا هسه هي less than 1 hour يعني، ولازم السي تي مالتك المفراس او الرنين لازم طبيعي حتى تقول انه هي جلطه دماغيه عابره، مو والله شنو هي صارت ساعه ونص ساعه والمفراس والرنين مبين جلطه وتقول هاي اي تي اي، لا من المفراس والرنين اكو اعراض جلطه دماغيه سواء تخثريه او نازفه، هاي الموضوع صار شنو؟ صار جلطه حقيقيه هاي، مو جاي مو عابره، مو جلطه دماغيه عابره، الجلطه الدماغيه العابره اقل الساعه، ولازم النيورو ايميجينج سواء المفراس او رنين لازم نورمال حتى اقولها زين. طبعا هي مهمه تكتشف هاي التي اي، لانه 1/3 اوف بيشنت تي اي ويل جو اون تو هاف فيوتشر ستروك ويذن 5 ييرز، دول اذا ما يتعالجون يصيرون جلطه دماغيه كامله كومبليت ستروك. اللاكرون فاكشن، هي اللاكرون فاكشن من اسمها لاكيون يعني ليك يعني بحيره صغيره، حجمها من 3 إلى 3 زين بالبرين، وتمثل تقريبا 25%. ستروك ايفولوشن يعني ستروك ايفولوشن يعني في تقدم يعني 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 ديتيريشن سيربرال فانكشن زين او ورسنينج اوف برين فانكشن اور ويكنس اور هيموبليجيا ان ا ستيب وايز مانر.
ان ستيب وايز مانر شوي شوي ويصعد المريض زين ممكن يعني اذا ما تشخصها المريض راح ينتهي بجسمه ايضا بجلطه كامله بس هاي يعني تبدي شوي شوي يعني ستيب وايز صار خدر مثلا هذا بحلقه مثلا او مثلا ضعف بيده وبعدين خدر بحلقه بعدين ورا ساعتين صار مثلا ضعف بايده شوي بسيط بعدين ورا 5 ساعات صارت برجله ضعف هاي اذا ما تلاحق تبدي انتي كوجليشن راح المريض يصير دنس باراليسيس يعني سيفير باراليسيس زين اكو مصطلح اسمه رند اللي هو ريفرسبل اسكيميك نيوزيكال ديفيسيت اور ماينر ستروك او جلطه خفيفه يسموها يعني هذول اللي يصير عندهم ديفيسيت مور ذان 24 اورز لكنه شو يصير عندهم؟ هاي حالات نادره ترجع يعني كومبليتلي اولموست كومبليتلي يعني يرجع طبيعي هذا ما حالات نادره نشوفها بصراحه يعني يصير كومبليت ستروك بس يرجع خلال ايام طبيعي او شبه طبيعي عندنا مصطلح البرين ستيم ستروك اكو البرين الجلطه الدماغيه جذع الدماغ هاي مهمه يعني اذر نيم لها بيكا اور يسموها بوستيريور انفيريور سابيلار ارتري اور لاترال ميدلري سيندروم هذا اللي كلها علاقه بالبرين ستيم ستروك شو يصير عندهم اكثر شيء الفورتايجو نوزيا فوميتنج ابسيلاترال تراجمينال ابسيلاترال فيشيال احنا قلنا الكرانيال نيرف ابسيلاترال مو صحيح وكونترالاترال سبينوثالاميك تراك كونترالاترال هيميبليجيا كونترالاترال هيميبليجيا اخذتوها باللوكلايزيشن المحاضره الاولى مال انتدكشن نيورولوجي اكو على حكينا عن اللوكلايزيشن اللوكلايزيشن هذا مهم ممكن يجيكم اسئله بعده الباثوفيزيولوجي هو نبسطها حتى ما تدخون اسكيميك ستروك هو ديو تو بلوكج of a vessel or an artery. زين. الهيموراجيك ستروك it is due to rupture of an artery. وبالتالي يصير نزف. واحدة بلوكج واحدة رابتشر. شنو هي الكوز الهيموراجيك ستروك؟ الهيموراجيك ستروك اذا اكو انيوريزم تشوهات دماغية. اذا اكو تشابه دماغي تشوهات دماغية انيوريزم ممكن ينفجر. اذا اي في ام تشابك وريدي شرياني هذا ممكن ينفجر. ضغط عالي هاي بلود بريشر. بلود ديزيز كوغلوباثي اس ال اي دراج ابيوز. متاسسك برين تيومر هاي كلها ممكن نسوي لنا هيموراجيك ستروك الجلطه الدماغيه النازفه هاي همات مهمه ذا كل شيء بتعداد مهم ترى الباثوفيزيولوجي اوف ستروك احنا قلنا الاسكيميا 85% والهيموراج 15 الاسكيميا شوفوا انه كلها على تقريبا يعني يقسموها ثرومبوتيك وامبوليك ثرومبوتيك يعني يصير خثره موضعيه بالشرايين وامبوليك يعني تجي خثره خارجيه مثل من القلب امبولايزيشن الثرومبوسيس هو نفس الشريان يصير بثرومبوسيس امبولوك يعني لا تجينا خثره من برا شريان تجي خثره من برا مثل من القلب من غير مكان اوكي من الرئه وهكذا الثرومبوس 20 إلى 25% ما ادوقكم بها هاي الثرومبوتيك وامبوليك وعندنا الكريبتوجينيك كريبتوجينيك هي يعني ما معروف السبب شنو هو ما معروف هم تقريبا 30% بالسي تي شلون نشوفه بالسي تي نشوفه هايبودنس هايبودنس شنو يعني هايبودنس يعني شلون الجوزي هيجي عكس الهيموراج الهيموراج اللي هو 15% بالسي تي بين يعني او الاكيوت هيموراج بين جسم بياض هايبر دنسيتي بياض هايبر دنسيتي بياض بياض ابيض ابيض وايت زين هنا انا جراي هايبر دنسيتي هنا انا وايت هايبر دنسيتي وايت اوكي وتنقسم انترا برانكايم سبركنويد انترا فنتريكل وهكذا اذا هي 15% والاسكيميا 85% الكلينيكال فيتشرز تعرفوها هاي مو صعبه سواء الاسكيميا وسواء الهيموراج هي متشابهه طبعا بالنسبه للكورتكس يعني على الدماغ سيربرال كورتكس اذا اسكيميا راح يصير لك يعني هيموبليجيا شلل نصفي او ضعف شقي نصفي او شلل نصفي هيموبليجيا او هيموباريسيس هايبوسيزيا او هيمينيسيزيا احساس يقل افيزيا ما يحكي ابراكسيا ابراكسيا cannot perform commands يعني ما يقدر يمشي ما يقدر يخلي ابراكسيا شغله يعني ظرف بال شو اسمه رساله بالظرف he cannot carry out commands صداع هاي كلها تصير ممكن تصير بالهيموراج وبالشو اسمه زين بس بالصداع بالهيموراج عاده يصير صداع اكثر بالاسكيميا بالهيموراج زين وبال طبعا ممكن يصير صرع convulsion vomiting وبالبرين ستيم ايش يصير؟ يصير عندنا كرانيال نيرف بالسي البرين ستيم ستروك كم تشمل الاسكيميا والهيموراج لما نحكي عن ستروك نقصد اسكيميا والهيموراج البرين ستيم
هنا الحقيقة ما كان مصطلح البرين، مو برين، برين ستيم، ناسي ما كاتبين برين ستيم ستروك وليس برين ستروك، برين ستيم ستروك هاي لازم برين ستيم ستروك which are usually associated with disturbed level of consciousness. يعني يصير عندهم شنو مشكلة بالوعي. ليش؟ لأنه reticular activating system وين موجود؟ بالبرين ستيم. اوكي، وبالبرين ستيم ستروك شو يصير؟ كروس هيبليجيا، هاي ما تنسوها، وممكن بالبر بالسي. بس زين النير بالسي، الكرانيال نير بالسي شو يصير؟ يصير ابسيلاترال وكونترالاترال هيمبليجيا، يعني يصير كروسي، هاي موجوده باللوكلايزيشن. اذا نجي لموضوع الستروك، اذا وذر سكيمي او هيموريج شو يصير عندهم؟ يصير عندهم هيمبليجيا، هيميباريسيس، وخاصه الهيمبليجيا قاعد طبعا كونترالاترال سايد. بالنسبه احكي بالسيربال، من احكي بالهاير برين، احكي بالسيربال كورتكس، كونترالاترال هيمبليجيا يعني هيميباريسيس او هيمبليجيا كونترالاترال سايد، هيمينيسيزيا، افيزيا، ابراكسيا، هيديك يصير ايضا من الهيموريج، كونفولجن، كوما، يعني هاي كلها تصير بالبرين ستيم ستروكس. عندك ابسيلاترال كرانيال بولسي وكونترالاترال شنو؟ هيمبليجيا، لانه كروسنج، لانه هو الكورتيكو كورتيكو يعني برامدو تراكت يصير كروسنج، كورتيكو سباين تراكت يصير كروسنج باللور سايد، لور بارت اوف ذا ميد برين او لور بارت اوف ذا ميدلا بلونجاتا تو ذا اذر سايد. اكو عندنا مصطلح البونتاين هيموريج، البونز اللي هي جزء من البرين ستيم. تعرفون البرين ستيم مكون من الميد برين بونز ومن اللاب لونجاتا. البونتاين نشوفه دائما احنا، يعني مو دائما بس اكثر من غيره بالنسبه، يعني راسا يصير كوما بيشنت هايبر باراكسيا، ترتفع حرارته وبين بوينت بيبل. هذا ثلاث شغلات يعني بالبونتاين هيموريج، اذا صار نزف بالبونز يصير صدر كوما، هايبر باراكسيا، وبين بوينت بيبل. اكو مصطلح النزف تحت العنكبوتيه، سب اركنويد هيموريج، هذا اللي هو سيفير هيديك. يقول لك انا اول مره بحياتي يعني احس بهيك صداع زين، ويا نيك ستيفنس، واكو مريض يجيك يعني سيفير، يجي كوما من القام لانه نزف شديد، يعني يجيك فاقد الوعي، كونفولجن يعني فيت، كرينر بولسي زين، سب هايد هيموريج، هذا يعني جماعه العيون يشوفوها اكثر من عندنا، يسموها بري ريتينال هيموريج. وبايلاترال بابينسكي ساين، بايلاترال بابينسكي احنا الباحث قلنا البابينسكي ساين ممكن يصير بايلاترال اذا 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 ديفيوز بروسيس بالبرين، اذا بايلاترال فبالنزف تحت العنكبوتيه، النزف يكون منا ومنا يعني بالرايت سايد وباللف سايد، فديفيوز بروسيس، فالبابينسكي ساين ما تظهر بمكان واحد، تظهر بوث سايدز، فبالنزف تحت العنكبوتيه. والنزف تحت العنكبوتيه يعني غالبا يعني انيوريزم، السبب انيوريزم يعني تشوه دماغي وينفجر، وهذا يتعالج طبعا بالقسطره الدماغيه العلاجيه. هسه احنا كنا في الفيتشر سهله، هم كونترالاترال هيمبليجيا، هيمبريسيس، هيمينيسيزيا، افيزيا، براكسيا زين، ممكن هيديك، ممكن فيت، ممكن كوما، والبرين ستيم ستروك معروفه، هاي كلها ماخذيها باللوكلايزيشن. طبعا احنا انفستيجيشن اكو مانديتوري يعني ايرلي، يعني اللي هي كومبليت اي اس ار بلاد فيلم رينال، لان كلها يعني البلاد شوجر جينيور اي سي جي تشيست اكس راي سي تي سكان، هاي من البدايه لازم. اكو سبيسيفيك اللمبر بانكتشر، الليبل بروفايل، ايكو ام ار اي، والانجيو. الانجيو نقصد انه اما بالقسطره او بالتلوين شرايين، اما بالقسطره الدماغ التشخيصيه او بالرنين وتلوين شرايين، او مفراز وتلوين شرايين. يعني تلوين شرايين يرهم بالرنين ويرهم بالمفراز ويرهم ممكن بالقسطره الدماغيه التشخيصيه اللي تعطيك تفاصيل 100% افضل من هذا. يعني في حين الرنين والمفراس اذا تريد تلون شرايين يعطيك تفاصيل ممكن 60%. شنو هي الديفرنشال دايجنوز؟ هاي طبعا مهمه الديفرنشال دايجنوز، يعني اذا شنو شيء يشبهني، يشبه لي الستروك، التيومر يشبه لي اعراض مثل الستروك زين، السيبدرال هيموريج، الهيستريكال باراليسيس، يعني لان شوف عند النساء تجيك جايب رجلها وجاي للطوارئ و طبعا مبهدلته هي بعد ما اسمه، والرجال عباله انه جلط دماغي، هي هيستيريكال يعني هي مو تمثل، بس هي ممكن يعني من حيث لا تدري صار عندها يعني لغرض جلب الانتباه، يسموه اتش واي اس، لغرض جلب الانتباه. اكو ناس صار هيستيريكال ابيليبسي، صرع يعني يسموه كاذب او صرع نفسي،
ومثل ما تصير جلطه دماغيه كاذبه او نفسيه. البرين ابسس خراج، مينينجوكوفالايتس ايضا التهاب بالدماغ، ممكن هايبوغلاسيميا، سيفير هايبوغلاسيميا او هايبوغلاسيميا تعطيك اعراض مثل الجلطه. وابيليبسي، راح اعطيكم محاضره ان شاء الله باكر على الابيليبسي، انا ورا ما يخلص دكتور علي معدل 11 11 ونص نبدا بالمحاضره، نعطيكم محاضره على الابيليبسي وال انفكشنز سي ان اس انفكشن. يعني الابيليبسي احيانا يطول، يعني يعطيك مثل اللي يسموها تودز باراليس، يعطيك شلل ايضا نسبه للعالم تودز اللي شخص هذا الحاله، انه بعد الابيليبسي ممكن بس يروح يرجع بعد ايام، يرجع الشلل يرجع طبيعي، يسموها تودز باراليس. الكومبليكيشن هاي مهمه طبعا، ممكن تجيكم ام سي كيو، ممكن تجيكم اساي. اكو ايرلي كومبليكيشن ولايت كومبليكيشن. الايرلي ينقسم لوكال وجنرال. لوكال اوديما تصير راس الاوديما، هي ساي توكسيك يعني انترا سيلولار، والهيموريج يعني الانفاكشن الخثريه تتحول الى نازفه. ليش؟ اذا جلطه دماغيه خثريه كبيره ماسيف ستروك، فيصير يسموه هيموراجيك ترانسفورميشن، تصير بقعه نازفيه وتكبر، لانه جلطه يعني ديد تيشو كلش كبير، فممكن يصير نزف يعني شرايين تصير رخوه فتنزف، يسموه هيموراجيك ترانسفورميشن. برين هيرنيشن، الدماغ ينزل يعني يصير ضغط على الدماغ من فوق بسبب اوديما، وبالتالي المريض هي مايت باس يعني هي وداي اذا ما نعالج البرين هيرنيشن. يعني الدماغ يصير ضغط من فوق وينزل، يصير ضغط على البرين، يضغط على البرين ستيم، والبرين ستيم يضغط على السبان كورد، فينزل يعني الدماغ هيرنيشن، يحاول يطلع من ينزل بسبب الاوديما العاليه، بسبب ارتفاع ضغط الدماغ العالي اللي فوق موجود. هاي يصير بالماسيف ستروك، بالجلطات الدماغيه الكبيره يعني. جنرال انفكشن، دي في تي، بيد سور، تقرحات. الليت افتر ويكس، الليت يصير يعني مثلا دول يصير عندهم صرع، يصير عندهم كآبه، زين، يصير عندهم كونتراكتشر يعني يصير عندهم تشوهات بالمنطقه المشلوله. اذا ما يصير لهم علاج طبيعي الايد راح تشنج، ومن تشنج راح يصير شنو تشوه وما يتعالج بعد. فاحنا دائما نحث على علاج طبيعي بهذه الجلطات الدماغيه حتى نمنع الكونتراكتشر او التشوهات بالاطراف. شلون نعالج احنا نعالج الجلطه الدماغيه من تجينا؟ اذا العلاج الحقيقه هو العلاج هو يعني هو شوي مطول. يعني العلاج احنا يعني ينقسم الى اكيوت وكرونيك. الاكيوت اذا يجيك بالاسكيميا يختلف عن الهيمورج، زين، اكو جدول هنا موجود. احنا عاده الضغط يعني نعالج الضغط، نعالج الدايبيتيز، نعالج الكوما، نعطي اي في فلويد، كير فور ذا بلادر. الضغط ما نتلاعب به اول ايام، لان هو يعني من الله سبحانه وتعالى، من تجي يصير يعني من يصير ستروك وتشو ازداد، يعني نسيج يموت بالدماغ، الضغط يرتفع حتى يزود المنطقه اللي حول المنطقه الميته بالدم حتى ما تموت، يعني حتى نسبه الديد تشو تقل من رب العالمين. بس اذا الضغط مبقي لفتره اربع خمس ايام، بعدين شوي شوي نقلله. بس اذا في حاله واحده، اذا الدايستول عالي كلش 100 اكثر 120، لا يعني نتدخل نقلله شويه ونقلله خمس. ليش؟ لانه ما نقدر نقلله هواي، اذا نقلله راح ياثر على البرين تشو. وفي نفس الوقت اذا المريض يجيك الدايستول مالته اكثر من 120 وما نتدخل ما نقلله شويه، زين، ايضا راح يصير عنده اورجن دامج. اذا هي يعني مثل ما يقول بالعاميه مراوس، يعني انت اهم شيء الدايستول مو اكثر من 120، اذا اقل من 120 بقيه اوكي 3 الى 5 ايام وتقلل تدريجيا. انتي كاوجليشن، مذيبات، زين، شنو الانديكيشن؟ هيبارين وارفرين بالنسبه ستروك ايفولوشن، هذا تحفظوهن تجيكم ممكن بالامتحان. اتريال فيبريليشن، ارتجاف في اللذين وصار ستروك، فالفر هارت ديزيز وصار ستروك، الكروت تي اي، هذول كل يحتاج انتي كوجليشن. شنو هي كونترا انديكيشن؟ شو وقت ما انطي يعني؟ اذا عندك هيماجيك ستروك ما انطي، اذا عندك اكتف بيبتيك انسر هم ما انطي، سيفير بلد بريشر ما انطي، بلد تيست كريزي هم ما انطي انتي كوجليشن. لازم اي طبيب يعني لازم يسال، عندك بيبتيك انسر، عندك ديو، عندك ضغطك حيل مرتفع بس انت تقيس الضغط، عندك مشكله بالدم، زين، والجلطه النازفه ممنوع. الانتي بليتلت اسبرين وربحها والبلافيكس والكلوبيدوغرين، التشو بلازموجين اكتيفيتر، هذا احنا نعطيه بالاكيوت ستروك، هذا عن طريق يعني ممكن انه خلال 3 الى 6 ساعات، وعن طريق القسطره الدماغيه افضل شيء، يعني تصعد دي فوق توصل للخثره وتحقن التش هذا الالتي بليس تشو بلازموجين اكتيفيتر، هذا تحقنه وشوي شوي يذوب الخثره، زين. هاي حالات نادره، لازم يجيك خلال اول 6 ساعات.
جلدنا ما غير خثريه. الستيرويد احنا ديكسامثازون وربعها يعني فائدة قليله هنا، لانه الاوديما هي انترا سيلير مو اكسترا سيلير. من الصين الاوديما يسموها انترستيشيال او فازوجينيك او اكسترا سيلير، يعني خارج الاوديما خارج الخلايا. الديكسامثازون يقدر يعني يتكن موب يسموه يكنس الاوديما ويطلعها برا. It will mop the edema and take it out. يكنس الاوديما، بس اذا كان الاوديما داخل السايتوتوكسيك انترا سيلير شلون يطلع الاوديما؟ شلون يكنسها؟ صح؟ فما فائدة الدكسامثازون يعني مينيمال افشنسي بالستروك، بس فائدة بالبرين تيومر اكثر. هاي طبعا بالنسبه للكالسيوم شانل بلوكر نيمودوبين احنا نشوف نستخدمه بالسيربكلون هيموريج. شنو هي الاوتكم والبروجنوسيس بالنسبه للستروك؟ 50% يموتون اول 6 شهور، 50% الثانيه ثلث منهم ياخذون فول ريكفري، ثلث بارشل وثلث نو امبروفمنت. اوكي؟ ثلث نو امبروفمنت، بس هم 50% يموتون خلال 6 شهور، بعد 6 شهور طبعا من المضاعفات، لو مضاعفات قلبيه، لو يصير عندهم اسبريشن نيومونيا بسبب لانه ما يبلع زين وينزل، هذا شو يسمون اهله ما يخلوا الان جي تيوب وكذا، يظل ينطوه ينزل على صدره على الرئه ما تصير اسبريشن نيومونيا، دي داي، او عندهم مشكله يصير عندهم مشكله بالقلب، هو اصلا او هو عنده ايضا مشكله بالقلب ونات تريتد، فبالتالي يعني اما كارديك او ريسبيرتوري دي داي او 6 مانثس. اذا هذا احنا قلنا الاكيوت ستروك، الاكيوت خلال الساعات الاولى، اذا اسكيميك ستروك حكيناها احنا، هذا جدول شوي اسهل لكم. اذا شلون نعالج الستروك؟ نقسمها اكيوت وكرونيك، والاكيوت ينقسم اكيوت اسكيميك ستروك واكيوت هيماجيك ستروك، وكرونيك اسكيميك ستروك وكرونيك هيماجيك ستروك. زين هذا شوي ارتب لكم يعني. الميديكال ثيرابي احنا قلنا ديكريز بلد بريشر جراجولي، نعطي انتي بليتليت، نعالج الدايبيتيز، نعطي اكسجين، نعطي فلويد، تشيك بلادر، ان جي تيوب، انتي كوغليشن، تري انفكشن، هاي كلها نسويها. زين النيورو انترفنشن نعطي ثرومبوتيك ثيرابي مذيب باي برين كاثيتر اول 6 ساعات. زين ونيورو سيرجر اذا انقسمناه الى ميديكال، علاج طبي بالادويه، وعلاج بالقسطره الدماغيه، وعلاج بالجراحه نيوروسيرجيكال. نيوروسيرجيكال شو نسوي احنا؟ ديكومبريشن. اذا المريض عنده جلطه دماغيه كلش هوايه، ماسيف ستروك، بيج انفاكشن، واحنا قلنا قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا يصير برين هرنيشن، اذا يعني يصير ارتفاع ضغط الدماغ، انتراكرانيال بريشر اي سي بي، فاحنا شو نسوي؟ يسوي يعني ديكومبريشن، يسوي بور هول، يعني شلون تنفيس للدماغ، يعني يزرفون الدماغ 4 5 ظروف بالعام بالعاميه، حتى وصلت الفكره يعني، فحتى يصير يعني ديكومبريشن يقل ضغط الدماغ، وبالتالي تقلل المضاعفات، لانه جلطه كبيره بيج اوديما هايلي ريز اي سي بي اور هايلي انفيدد انترا كرانيال بريشر، انت شو تسوي حتى تنقذ حياته وما يصير برين هرنيشن؟ تسوي بور هول، تحفر البرين برز اكثر من بور هول، ويعني شلون نقول احنا بالعاميه ديكمبريشن تنفيس، فيقل ضغط الدماغ. اذا هيموريج نفس الحاله، بس اكو شغله بالهيموريج، احنا من هيموراجيك ستروك اذا الجلطه نازفه مو تنتظر 4 5 ارتفاع ضغط الدماغ، ارتفاع ضغط الدم، انت مو تنتظر 4 5 ايام، لا لازم تقلله يعني معدل 14 على 8. ليش؟ لانه مور اليفيشن بلود بريشر مور هيموريج. فاذا موضوع الضغط يختلف عن بالهيموريج، يختلف عن الموضوع الضغط بالاسكيميا. بالاسكيميا بالهيموريج لازم تنزل، لانه مور اليفيشن بلود بريشر معناها مور هيموريج، يعني نزف اشياء، فلازم تقلل 14 على 8، والبقيه مثل ما هو مثل الاسكيميا البقيه، يعني ما عدا انت طبعا بالمناسبه انه انت اذا المريض اجاك نزف شو تسوي له؟ وكان على اسبرين او كان على هيباري، لازم توقف الاسبرين، يعني توقف الانتي بليتلت، انت توقف الانتي كوجليشن. زين توقفه لانه هو هيمورج. زين احنا بالاسكيميا نعطي انتي بليتلت انتي كوجليشن، بس بالهيمورج نوقف الانتي بليتلت، نوقف الانتي كوجليشن، يعني لانه يعني ويل كيل هيم. زين هنا انا بالقسطره الدماغيه انه ايضا يسوي يعني تعالجه انت بالكويلنج، يسمونه كويلنج، يعني تغلق التشوه الدماغي، تغلق التشوه اللي مسؤول على هذا. زين
وبالجراحه جراحه الجمجمه العصبيه شو يسوون؟ يسوون كليبنج اوف ذا نيك، يعني يفتح من فوق، يفتح الجمجمه ويخلي فد يعقد النيك اوف ذا انيوريزم، مو انيوريزم هي تشوه دماغي وانفجار، يعقد النيك وبالتالي بعد ما ينزف. اوكي عقد يعني شلون يخلي مقص، يعني شلون هيك فد كليبنج يكليبس يلغي تشوه من خلال يعقد يعقد النيك مالته. اوكي الكرونيك ستروك، نجي الكرونيك اسكيميك ستروك نفس الشيء، يو كنترول بلود بريشر، وبالقسطره الدماغيه شوف اذا عندك تضايقات بالكاروتيد تسوي ستنتنج، تفتح الشرايين الدماغيه الاماميه تفتحها بالقسطره الدماغيه. وبالكرونيك اسكيميك ستروك شو تسوي؟ ابو الجراحه ما نحتاجه. بالكرونيك هيموراجيك ستروك نفس الفكره، هي ايضا يو كنترول بلود بريشر، وشنو؟ يو ستوب انتي بليتليت، يو ستوب انتي كوجليشن. اوكي يو ستوب انتي بليتليت، ستوب انتي كوجليشن، ونفس الفكره اما كويلينج، كويلينج يعني تلغي شوكه تشوه دماغي تلغيه. و الجراحه هنا ممكن تحتاجه اذا هذا هم نفس الحاله، هم يسوون كليبنج، هم ممكن الجراح يسوون يعني يلغي التشوه الدماغي من خلال الفتح الجراحي، فتح الجمجمه، الغاء التشوه الدماغي من خلال فتح الجمجمه. اوكي هاي المحاضره هي يعني ما عندنا شيء، هي هاي سهله، يعني هي الجلطه الدماغيه تنقسم خثريه وتنقسم هيمو، الخثريه 85% والنزفيه 15%، والكلينيكال فيتشرز معروفه هي كونترولاترال هيموبليجيا وكونترولاترال هيموفيريسيس، واذا بالبرين ستيم شو يصير. واحنا بالنسبه لنا يعني هي الباثوفيزيولوجي هي بالاسكيميا هي بلوكج اوف ارتري، ارتري انسد وبالتالي يسوون اسكيميا، والهيموريج هي رابتشر اوف ارتري، يعني ارتري او انيوريزم رابتشر، يعني هاي تعريف بسيط، يصير رابتشر ويطلع نزف. اوكي والعلاج مالتها كل وحده شيء، كل ينقسم اكيوت وينقسم كرونيك، ينقسم الى ميديكال ثيرابي، نيورو انترفنشن القسطره الدماغيه، ونيورو سيرجيكال، يعني زين كلهم احنا قد نحتاجهم في ان واحد. السلام عليكم، تقول المحاضره زين، راح تجيكم اسئله هواي من عندها طبعا، سهله ان شاء الله اسئله سهله، بس المحاضره ايضا بسطنا لكم اياها ترى احنا، وهسه احنا ما عندنا شيء بعد، احنا هسه راح ننتظر بالعشرة نبدي وياكم السمول جروب ان شاء الله. مصطفى يا عين، مصطفى 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 محمد مصطفى، خلصنا هسه زين، تقدرون تغادرون انتم هسه بالعشرة على السمول جروب ان شاء الله، موفق موفقين ان شاء الله.